السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا قناة تسلا سوفتوير. اليوم معنا حلقة عن طريقة تفليش وتغيير ايمي جهاز 1205 تي. مثل ما شايفين الجهاز باللغة التركية، اللغة العربية مو موجودة، فنحن رح فرجيكم طريقة تفليشه وتغييره إلى اللغة العربية. أول شيء رح نطفي الجهاز، ثاني شيء رح نشغل برنامج السامسونج تول، راح نختار رقم الموديل E1200T، بعدها راح نجي على السيتينج موديل، راح نختار فلاش مود ملتات مود، بعدها ندخل هون PIN أو CLA، نختار الفلاش من هون، نضغط هون الفلاش مثل ما شايفين هي على سطح المكتب على الديسكتوب، نختاره وبعدها نضغط على فيرموير. طبعا الطريقة اللي بعدها نفتح الجهاز، بنضغط على زر الاوكي ضغطة طويلة، بنضل ضاغطين على زر الاوكي، حط الكابل ورح يبلش تفليش الجهاز تلقائيا. طبعا العملية رح تاخذ وقت، نحن رح نعمل ايقاف للفيديو وبنرجع لكم بس يخلص المؤقت. مثل ما شايفين وصلنا تقريبا 98%، تمام انتهى. مثل ما شايفين صار يعطي جار الشحن، الجهاز صار لغة عربية. طبعا مثل ما شايفين هلا الجهاز رح يشتغل باللغة العربية. تمام، لهون بيكون خلصت حلقتنا لليوم. ما تنسوا تتابعونا قناتنا على اليوتيوب وتفعلوا زر الجرس الاشتراك لتوصلكم فيديوهاتنا الجديدة أول بأول، وإن شاء الله تكونوا استفدتوا من حلقة اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.